بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أولا نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سؤالكم حول بداية هواياتي. طبعا في جمع المقتنيات التراثية والأثرية، أول كانت بدايتي فقط في جمع النقود في بداية 1986، بديت في جمع النقود عام 1986. طبعا الفكرة ليست تكون فكرتي أنا بالضبط، وإنما كانت فكرة أحد أخواني اللي هو أكبر مني، الأخ سليمان، أعطاني بعض القطع اللي كان هو يجمعها، تقريبا ما يتجاوز عمر القطع 10 قطع فقط. هو ترك هذه الهواية وأخذت منه هذه الهواية واستمرت فيها من 1986 إلى الآن. طبعا تطورت هذه الهواية بتطور المقتنيات اللي حاليا كما تشوفوا من الأسلحة والفخاريات والنحاسيات وكل ما يخص يعني عمان بالذات. وحاليا في إن شاء الله في إنشاء متحف، إذا قدر الله حسب الإجراءات يكون متحف اللي هو بوابة نزوة، حسب الموافقة، إذا وافقت إن شاء الله راح يكون متحف بوابة نزوة. طبعا بدايتي إن شاء الله راح يكون يعني حطيت قسمت للمتحف هذا، قسمت عدة تقسيمات موجودة، بداية في المسكوكات الإسلامية. طبعا المسكوكات الإسلامية لها أهمية جدا عندي، لأنها تثري من التاريخ والثقافة، ويعني يعطيك بعد كبير في 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 التاريخ من الشخصيات، من البلاد، الحكام الذين حكموا، وخاصة عمان. طبعا عمان تمتاز لأنها تعتبر أول دار سك في شبه الجزيرة العربية، ويعود درهمها إلى سنة 81 هجري. والآن اكتشف قبل أشهر هناك درهم يعود إلى سنة 80، فإن صح إصالة هذا الدرهم فتعتبر عمان ذلك تسبق بعام كامل اللي هو 80، سنة 80 بدل سنة 81. طبعا هذا الدرهم موجود حاليا في دولة قطر الشقيقة. طبعا عمان بداية في سنة 81 الهجري تعتبر أقدم دار سك في شبه الجزيرة العربية، ومن ثم انتقلنا إلى الدولة العباسية. يعني فترة المسكوكات مهمة جدا إلى عمان، ومهمة بالنسبة لي يعني بأنها تصحح التاريخ. قمنا بتصحيح الكثير من المعلومات اللي كانت مغلطة فيها، بالنسبة إلى مثلا عندك تاريخ اللي هو دور روح بن حاتم، وقد تكلمنا فيه سابقا من هو روح بن حاتم وما علاقته بعمان، وهو يعود من أسرة إلى أسرة المهلب. أيضا في أسرة بني أسامة قمنا بتصحيح بعض التاريخ، وللأسف أنه موجود إلى يومنا هذا، حتى في الكتاب الصادر الحين إلى آخر إصدار 2015 ما زال الأخطاء موجودة، ولكن يعني ربما هذا نتلاشى إن شاء الله في المستقبل، نحاول نصلح هذه الأخطاء، لأن هذه الدراهم صححت كثير من التاريخ. بالنسبة إلى أحمد بن هلال، حسب ما يذكره في الكتاب أن ما بين 306 إلى 312 لا توجد أي مسكوكات، والحالية وجود مسكوكة قديمة عندي هي تعتبر الوحيدة اللي هي 312، وكذلك هناك مسكوكة أخرى 310. طبعا 310 غير منشورة، ولكنها ظهرت قبل من فترة في 2005 في أحد المزادات خارج أعتقد دولة أوروبية، يمكن في بريطانيا أو غيرها. بالنسبة لتطور للهواية، طبعا تطورت الهواية كان في مثل ما بدينا ب 86، في 1992 تغيرت قبل 92 تغير في الهواية بإهداء بعض القطع من والدي وعمي كذلك، اللي هي مثل المخطوطات وبعض الوثائق الخاصة بهم من الخاصة يعني من سلطة مسقط وعمان، وكذلك بعض الكتب اللي تعود إلى جدي سليمان بن محمد وإلى محمد بن سليمان أحد أجدادي. فتطورت معي الهواية، صار عندي شغف كثير في حب الأشياء القديمة. في 92 التحقت بالعمل، التحقت في عمل إلى قوة السلطان الخاصة، وعملت لمدة 10 سنوات. في فترة العمل أصبت بحادث أثناء العمل، سقوط من مكان عالي اللي هو مظلات، فأحلت إلى التقاعد. بعد التقاعد رجعت مرة ثانية إلى الهواية. يعني في فترة 92 إلى 2002 تقريبا توقفت شبه عن الهواية، والحين مكمل الهواية بإذن الله سبحانه وتعالى مع البحث.
الحين يعني ما صار عندك الهواية فقط للمسكوكات، كذلك دخلت اللي هو تاريخ البريد في عمان، الطوابع وكذلك الأظرف اللي موجودة المستخدمة سواء كان في عمان أو زنجبار. طبعا زنجبار جزء لا يتجزأ من الكيان العماني ومن تاريخ عمان، فله دور كبير طبعا الزنجبار. وبالنسبة للزنجبار هي متقدمة في تاريخ البريد أكثر من عمان. عمان في 1966 بدأت إصدار تاريخ البريد اللي هو المستقل، أما في زنجبار فكان في 1896، فأيضا له تاريخ جميل لأنه نجمع بعض الطوابع وبعض أظرف البريد وكذلك الأدوات اللي كانت تستخدم في البريد. بالنسبة كيف الحصول على هذه القطع، طبعا معظمها شراء سواء كان من الأسواق المحلية عندنا في نزوة أو سوق مطرح أو عن طريق المراسلات الخارجية. مثال على ذلك أنا حصلت على مثلا الإصدار الأول والإصدار الثاني اللي هو تاريخ سلطنة مسقط وعمان اللي هو الإصدار الأول الورقي، صدر في مايو 1970. هذا اشتريته من في سنة 89 أعتقد، في 89 اشتريته من قطر عن طريق المراسلات، واستمرت بالشراء كذلك من عن طريق المراسلات من الخارج. الحالية موجود أسواق موجودة، في عندك الاي بي موجود، عندك المزادات الخارجية، عندك المواقع اللي موجودة في بعض دول الخليج أو عندك الدول العربية ودول الأجنبية، موجود في مواقع خاصة ببيع مثل هذه المقتنيات. في عمان هنا بالصعب انك تحصل بعض هذه المقتنيات، وكذلك نجد صعوبه في الحصول بعد ما نحصل هذه القطع. طبعا فيه هناك قوانين اللي عدم لازم تكون بموافقه، وايضا موجود فواتير لهذه القطع اللي تشتريها ومن وين. طبعا هذه الصعوبه نحصل عليها، ولكن احنا هذه القطع مثلا اللي تخص عمان المفروض يكون نحصل تشجيع لها ان احنا اعاده مره ثانيه هذه القطع وندفع فيها اموال. الصعوبات اللي نواجهها طبعا الأمور المالية، كذلك التعقيدات في بعض الوزارات. يعني مثلا الحين حاليا إذا في إقامة معارض، احنا بدينا في معارض قبل لا ندخل في المتاحف، بدينا معارض، هذه المعارض متنقلة كذلك ندفع لها من يعني من أموالنا الخاصة. حاليا في الفترة الأخيرة وجدنا بعض المساعدات، ولكن هذه المساعدات هي مساعدات رمزية فقط لتكملة المعرض. يعني المعرض يحتاج إلى مبالغ هائلة، تجهيزاته، عندك يختص بالنفس الأشخاص العارضين معك، العاملين معك، يعني مش هين أنك أنت تنقل كل جميع هذه الأغراض، تقريبا يحتاج لك أيام وإعداده. وأيضا لا ننسى بعد ما نخلص من المعرض كذلك نقله وإعادته مرة ثانية، صعوبات كثيرة. والحين الحمد لله شكلنا مجموعة، هذه المجموعة شكلناها في شهر 5/2013. هذه المجموعة سميناها باسم مجموعة ملوك الماضي والنادر، قيامة معارض. بدينا في معارض 2013 كان في ما بين مقابل حديقة نسيب، طبعا حسب يحسبه بركة، وسميناه بمعرض الهوايات الأول، ونجح المعرض نجاح كبير. وقمنا مرة ثانية المعرض الثاني في 2014 في إبرة، طبعا تبرع الشخص بمبلغ معين، وأيضا بالبيت، بيت في إبرة بيت مرمم في حارة المنسفة، ويعتبر هذا كان المعرض الثاني. في بمناسبة النزوة عاصمة الثقافة الإسلامية أيضا قمنا معرض الهوايات الثالث، كان في اللولو، وكان بدعم من بعض الشركات اللي الراعي الصغيرة، يعني شركات بسيطة جدا اللي أعطى المبلغ البسيط، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني ما حصلنا أي عجز. طبعا شاركنا في عدة معارض، المعارض اللي شاركتها فيه معارض خاصة تقريبا ما يقارب من 15 إلى 20 معرض، في مشترك وفي فردي وحدي لحالي. طبعا المعارض اللي اشتركت فيها من معرض الهوايات الأول والثاني والثالث
كذلك معارض مشتركة ما بيننا وبين الأخوة من مجموعة ملوك الماضي والنادر، أو من بعض الأخوة كانوا في نزوة أو خارج عن النزوة. أيضا في مشاركة عندي خارجية كانت في قطر لمدة 3 أشهر، طبعا في معرضنا الأول اللي هو 2014-2015. وحاليا إن شاء الله نريد نقيم المعرض اللي هو معرض الهوايات الرابع، بيكون الرابع بقصبة عمان طبعا بولاية الصحار. إن شاء الله راح نجهز له من الحين إعداد كبير، لأنه هو يعتبر على مشاركين على مستوى السلطنة من مسندم إلى ظفار. بالنسبة للإقبال الناس، طبعا في نسبة وتناسب بالنسبة بين الأشياء التراثية والأشياء التاريخية والثقافية إلها أقل بالنسبة للمعروض ذلك، مثلا إذا تحصل معارض استهلاكية تحصل إقبال أكبر. ولكن الحمد لله إحنا يعني بالرسالتنا واضحة لمن نقصد هذه المعارض، طبعا اللي عندك الباحثين في مجال المخطوطات أو مباحثين في مجال المسكوكات أو غيره، أو المهتمين في الأشياء التراثية والأثرية. الدعم لم يكن فيه دعم، يعني بنعم الدعم طبعا الشركات اللي دعمتنا في الفترة الأخيرة منهم أهلية فقط وجزاهم الله خير، يعني بيعتبر أنه مبلغ مجزي، وأقمنا المعرض بدون أي صعوبات. طبعا المقتنيات المهمة عندي دائما هي أول شيء طبعا النقود. بالنسبة إلى النقود، المجموعة اللي عندي تتكون تقريبا فوق 8000 قطعة من المسكوكات الإسلامية أو النقود العربية وغيرها، يعني تقريبا النقود فقط المعدنية أكثر من 8000 قطعة معدنية. وعندي الورقية طبعا مجموعة عمان كاملة الحمد لله رب العالمين، يعني مجموعة عمان الورقية كاملة بعض دول الخليج. وحاليا إن شاء الله راح أكمل النواقص عن طريق طريقة المتحف، الطريقة المتحفية اللي عملتها، طبعا حطيت برنامج كامل للمتحف بإذن الله إذا تمت الموافقة على المكان. وأتمنى من الله أن أجد هذا المكان لعرض هذه المقتنيات كاملة، وهذا حق لنزوة. طبعا نزوة لابد أن يكون متحفها غير عن المتاحف الأخرى، لأن مكانة نزوة الثقافية، مكانة نزوة العلمية، مكانة نزوة التاريخية، نزوة سميت بعدة أسامي، يعني هذه الأسماء كلها لم تأتي من فراغ. وبالنسبة لتقول المسكوكات الإسلامية، طبعا نزوة ويجزم أن يكون في نزوة لازم لابد أن يكون في دارسك. الدراهم اللي هو دارهم اللي موجود عندي لعمر بن محمد بن مطرف الحداني، طبعا هذا كان إمامته وموجود في نزوة، فلا بد أن يكون دار السك في نزوة. كذلك الدراهم اللي اكتشفت في كنز بهلة وهي تعود للإمام راشد بن سعيد والإمام الخليل بن شاذان، طبعا الإمام راشد بن سعيد والخليل بن شاذان كان موقع الإمامة هي نزوة. طبعا لا بد أن المركز دائما مركز الإمامة أو مركز الدولة عاصمة الإسلامية دائما يكون مركز معاها أيضا اللي هو دار السك. فهذا وضعت تصور كامل لدار السك في نزوة. التصورات اللي أخذتها يعني محاكاة لطريقة عمل سك النقود الإسلامية. أيضا القطع المستخدمة في دار السك مثل الصنقات الزجاجية، عندك الوزنات، القوالب وغيرها، والصفائح المعادن. طبعا اللي شفتوه انتم مثلا حبات الشعير، كان بيسأل ليش لماذا حبات الشعير حاطينها في العملات. طبعا حبات الشعير هذا مقياس أو معيار للوزن المسكوكات. الدرهم يعتبر أنه وزنه 50 حبة شعير ونصف الحبة شعير غير مقضومة الأطراف ومتوسط الحجم. كذلك للدينار 72 حبة شعير غير مقضومة الأطراف ومتوسط الحجم. هذه الأوزان اللي مستخدمة، يعني واحد تشوف الشعير تقول لماذا موضع الشعير، الشعير للأوزان. وعندك الصنقات الزجاجية هذا المعيار اللي كان يستخدم في دار السك في دار السك. وعندنا أيضا الوزنات، الوزنات كانت تستخدم حتى في التجارة. طبعا بالنسبة للمسكوكات الإسلامية في بيعها وشراها لا يكون البيع والشراء عدا، في البسيط ممكن تعد حبة درهم درهمين أو دينار دينارين، ولكن في المجموعة مثلا إذا طلب الشخص اشترى قطع مثلا حاجة، اشترى مثلا قطعة أو غيره بمئة دينار أو ألف دينار أو ألف درهم، هو لا يحتسب ألف درهم أو ألف دينار، وإنما يحتسب وزن ألف درهم وألف دينار. فتعتبر موجود وزنات خاصة لهذا، والحمد لله حصلت على هذه القطع.
الكنوز العمانية، تحكي عن الكنوز العمانية وأيضا تاريخ المسكوكات الإسلامية مع التصحيح. وضعنا تصور لتصحيح التاريخ. مثال على ذلك، يعني احنا ما يذكر انه يوسف بن وقي حكم من 317، كل التاريخ اللي عندنا موجود 317. احمد بن هلال حكم الى 317، طبعا هذا غير صحيح لانه وجود درهم احمد بن هلال 316، كذلك هناك دراهم يوسف بن وقي 316. إذا يوسف بن وقي حكم في 316 ولم يحكم في 317. وقيل أن في دراهم أيضا، هناك دراهم عباسية خالصة للمقتدر الذي حكم من 295، دراهم ضرب عمان سنة 316 أيضا. هناك يعني ربما يكون هناك فترة انتقالية من أحمد بن هلال إلى الخليفة العباسي ثم إلى يوسف بن وقيه. يوسف بن وقيه معناه حكم 316. ظهر يوسف بن وقيه مثل ما ذكره بعض المستشار عبد الله بن قاسم المطيري، أن يوسف بن وقيه ظهر أو حكم من 314، واستدل بذلك على درهم الصلة الموجود كتب عليه يوسف يعتز بعز الله، يوسف يتوكل على الله. طبعا قال أن هذا بداية حكم يوسف لله، لكن ما دام أنه موجود درهم 316 لأحمد بن هلال فمعناه أنه يوسف بن وقي حكم 316. وربما هذا الدرهم لأنه هو درهم صلة ليس درهم صرف، يعني الدرهم صلة معناه في الدراهم الإسلامية هو الدراهم التذكارية، ربما كان على أنه طبعا انتصاره في شيء من المواقع. الدراهم القطع اللي استخدمت، جميع الدراهم اللي استخدمت في عمان والنقود بصفة عامة اللي استخدمت في عمان، مع إعطاء نبذة بسيطة عن تاريخ النقود. وضعت تاريخ، تصور تاريخ النقود. طبعا ظهور النقود في عمان، ظهور النقود في العالم كامل كان عام 2000، قبل 2600 سنة. طبعا ظهرت النقود في بداية في مملكة ليديا في تركيا، ثم انتشرت إلى هنا. وهنا في عمان يتوقع أنه يكون أول مسكوكات، أول القطع التي سكت في عمان هي مملكة كندة، باعتبار أنها كانت عملات مقلدة للإسكندر، عملات ضرب اللي ضربت في عمان هنا بداية، والله أعلم ربما تكون هي مملكة كندة، لأن مملكة معين ومملكة حمير هذه بعيدة كل البعد عن عمان، هي في اليمن، ولكن أتوقع يكون العملات اللي سبكت ما قبل ذلك هي مملكة كندة. بالنسبة لتقول لطموحاتي، طبعا وضعت تصور كامل لطموحاتي في هذا المختصر اللي هو متحف بوابة نزوة. بديتها في تاريخ النقود في عمان كاملة، ثم طبعا التوثيق طريقة السك مثل ما خبرنا، ثاني تاريخ البريد ونشأته في عمان، تاريخ البريد بعمان وزنجبار، أدوات الكتابة، أدوات الكتابة قديما وما يتعلق بها. طبعا كان نزوة تاريخيا وثقافيا وعلميا، نركز على مسألة الوثائق والمخطوطات وأدوات الكتابة، بأن عمان طبعا نزوة كمركز علمي لابد أن يكون نركز على هذا. كيف ركزنا على صناعة الأحبار قديما، ثاني شيء المقلمات المستخدمة، الدواه، الأقلام نفسها، التقليد اللي كانت صناعة طباعة الكتب أو نسخ الكتب، النسخ وأيضا تقليد في الماضي. طبعا اللي هذه نعطينا لنزوة حقها التاريخي وحقها الثقافي. أيضا هنا عندنا تاريخ، وضعنا التاريخ تصور لصناعة الفخار. طبعا صناعة الفخار الحين انحصر كامل في بهلة، ولكن صناعة الفخار كان منتشر في أعتقد في جميع مناطق السلطنة، ولكن يعني بالنسبة لي صنعة بقت فقط في بهلة وبعض المناطق حاليا فقط. عندنا هنا أيضا اللي هو التجسيد ومحاكاة بصورة ما يتعلق بالنزوة ومكانتها التاريخية والعلمية. نبذة بسيطة يعني أيضا عن النحاس، طبعا النزوة نفس الشيء كان فيها مناجم للنحاس، بصفة عامة عن تاريخ النحاس وعن حضارة ماجان.
أيضا عندنا عن الخزف المستخدم في عمان، كان من الخارج أو الداخل اللي موجود عندنا. عندنا الجلود اللي كانت تستخدم في عمان في نزوة، يعني بصفة عامة أنا خليت هذا التصور كامل للمتحف. عندك أدوات الأحجار القديمة الحجارية من الأسهم وغيرها، عندك تقريبا الركن الكبير اللي هو رايح يكون عن الأسلحة التقليدية. طبعا الأسلحة اللي موجودة عندنا بداية من الأسلحة الحجارية التي استخدمت في عمان من بداية الألفية قبل الميلاد، وعندك العظام، الأسهم البرونزية، الرماح والحراب والقوس والنبال والسيوف العمانية والسيوف العربية والسيوف التي استخدمت بعمان والجزيرة العربية. أيضا عندنا الفؤوس والفؤوس الحربية والجروز والتروس العمانية والتروس الفارسية. طبعا عندنا مثلا لو نعطي بسيط، يعني دائما التعريف اللي هو السربال، إذا دائما نذكر احنا ما نقول نعرض هذا دائما في المعارض يقول لك والله هذه مو صناعة عمانية أول مرة نشوف. المشكلة أنه عندنا دائما التصور الخاطئ، لأنه الإنسان طالع لحرب ما يعقل أن شخص طالع لحرب ورايح بملابس فضفاضة وملابس، يعني لابس البشت ولابس العمامة. اللبس الحرب كان هو هذا من السربال اللي هو الزرد، الزرد هذا محلق يعني بالطبع حلقات. هذا التعريف للأسلحة اللي موجودة. طبعا أيضا عندنا تاريخ البنادق في عمان. طبعا تاريخ البنادق في عمان تعتبر من دخول المستعمر البرتغالي في عمان عام 1507، دخلت البنادق إلى عمان، وبدايتها في البنادق اللي هي موجودة اللي تسمى بوفتيلة، هي بريطانية الصنع واسمها الحقيقي هي بنادق الجازيل. ثم تطورت اللي احنا عندنا المصربخ هي الانفليد اللي هي عن طريق الطرق، وإلى المارتيني. طبعا المارتيني هذا في اسم مارتيني هنري وهو هذا المارتيني، وأيضا مارتيني مسقط. طبعا مارتيني مسقط لم يتم صناعته في مسقط مثل ما يعتقد البعض أن مارتيني مسقط صنع في مسقط، وإنما كانت فقط وكالة مارتيني مسقط في بداية القرن العشرين. بالنسبة أيضا عندنا النقطة الرقم 20 هي النسيج، يعني عندك صناعة السياح اللي موجودة في عمان النسيج بصفة عامة، أدوات صناعة النسيج، عرض بالصور كيفية صناعة النسيج، عرض كيفية صبغ النيلة والشرح بالصور، كذلك اختصاص بأيضاً قسم آخر بالسعفيات. وعندنا أيضا قسم رقم 22 هو الأنتيك اللي موجود، عندك الهواتف القديمة اللي مستخدمة في عمان، المذياع، كل ما يختص عندك السنطورة والجرامافون، الساعات القديمة، آلات الطباعة، آلات التصوير القديمة فقط اللي استخدمت في عمان أو اللي نحن جبناها من الخارج. طبعا الناس مقامات وأذواق، ما تقدر تقول الكل يهوى المسكوكات، الآخر يهوى الطوابع الآخر، فإحنا نحاول أن نشوق الجميع الزائر للمتحف بهذه المقتنيات. طبعا هناك وضعنا أيضا مكتبة في المتحف، منظمة المكتبة، هذه المكتبة فقط تختص بالتراثيات، يعني كمادة علمية بالتراثيات من المجلدات اللي موجودة مثلا عن المسكوكات، عن الطوابع، عن الهواة. يمكن يحصل الباحث ما يريده في هذه المكتبة. هناك قسم مهم جدا وضعناه في هذا الجانب وهو عرض المقتنيات الأهلية. طبعا بعض عندك الأهالي لهم عندهم قطع ثمينة مثل المخطوطات أو الوثائق أو بعض القطع النحاسية ثمينة ربما تكون موروث توارثه وتناقل، ما يقدر يبيعه أو أنه يعطي أي حد هبة. فنعمل هذا المكان القسم فقط يعنى بالمقتنيات الأهلية، تعرض لمدة مثلا أسبوع أو لمدة شهر أو حسب ما نرى مناسب، يعرض فقط لمدة ثم تعود هذه القطع مرة ثانية إلى أهلها، مع تعريف، نحط النبذة بسيطة عن تعريف هذه القطع، مثلا هذه المخطوطة لمن تعود أو ما أهمية هذه القطعة بهذه الطريقة. طبعا بالنسبة إلى طبعا كيف تحصل على المقتنيات، إذا كانت هذه المقتنيات مثلا شراء أو هبة من شخص يعني أو أعطاك إياها هدية، عندي توثيق لها لكل قطعة من وين حصلت عليها توثيق، وهذا مهم جدا خاصة بذاتنا. نصيحة للهواة من عندهم من المقتنيات اللي حصل عليها، طبعا لازم يوثقها من أين حصل عليها ومع التاريخ. ربما هذه القطعة للأسف يمكن أخذت من مكان بدون وقع حق، وأنت عارضنا في المعرض وتصور أن صاحب القطعة يأتي لك ويتهمك باتهام، فالواجب عليك أنك تعرف لابد لكل قطعة من وين جبتها ومن وين اشتريتها وكيف آلت إليك.
والثاني إذا كان فيه هبة، أعطاك الشخص هذه قطعة أعطاك إياها، فمن باب يعني الشخص كشكر له أن تضع اسمه، اسم هدية من فلان وابن فلان، هذه القطعة هدية. مثل ما الحين نشوف المتاحف، بعض المتاحف أو بعض القطع هي إهداء من بعض الأشخاص. بالنسبة للسؤال حول المتحف، ما الفرق بين المتاحف اللي الحين حاليا وإن شاء الله في إعداده؟ بالنسبة للأسف احنا عندنا المتاحف في عمان، المتاحف الخاصة يعني لا ترقي إلى تكون المتاحف صحيح. المتحف معناه هو رسالة مكملة كحاله حال الجامعات والكليات والمدارس، ليست فقط إن احنا نعطي المتحف، لا، المتحف هو الذي نأخذ من عند المعلومات الصحيحة المفروض أنه يستفيد منها كل شخص والباحث. ولكن نحصل في المتاحف الخاصة لا يوجد البطاقات التعريفية الصحيحة، وأقرب ما تكون هذه المتاحف إلى بيوت تراثية فقط. أما أنا أريد المتحف اللي يكون فيه نزوة، فيكون بمكانة النزوة الثقافية، النزوة العلمية، النزوة التاريخية، أي نعطي جانب الصحيح لكل قطعة لها بطاقتها التعريفية مع القرائن وعلى الدلائل، يعني الدليل الموجود، ما نحط أي كلام. مثل للأسف أن نضع في بعض القطع موجودها والله حسب أقاويل فقط، ولكن نحطها بطريقة علمية وبطريقة الموجود بالبحث والدليل، هذه القطعة لمن تعود، وأيضا هذه القطعة إذا كانت هي صح عمانية أو أنها أقلبت من الخارج. للأسف إحنا يطلق على كل شيء على قطع، والله يقول لك هذه عمانية، طبعا ما في عمانية وما ممكن نتلصقها بعمان. مثل الأسلحة إحنا يطلق على البنادق أبو فتيلة هنا عمانية، هي مش عمانية، هذه في بها بريطانية وفيها فارسية وفيها هندية صناعة. مثال على ذلك للأسف إنه وجدنا في قلعة نزوة متحف مدفع كتب عليه، هذا مدفع عماني سك بصحار في القرن 17 الهجري الميلادي. ويوم جيت أشوف المأثورات اللي موجودة على المدفع، طبعا هو سك قالب كامل كتب عليه خاقان البحرين اللي هو الألقاب المذكورة اللي فيها ملقاب عثمانية، والسلطان أبو سليمان بن سليم اللي هو سليمان القانوني، والتاريخ موجود 926، و926 هو سنة الجلوس للسلطان سليمان القانوني. طالبنا أكثر من سنة الحين في تبديل اللائحة فقط، هذا موجود في قلعة نزوة. يعني أبسط مثال في بعض القطع يبدو أن نصححها بطريقة. وعلى الجانب الآخر نتقبل أيضا موجود عندنا فجوات كبيرة، وجود هذه الفجوات بين المتاحف العامة وبين المتاحف الخاصة وبين الباحثين وبين الهواة. يعني مثلا أنا عندي قطعة تصحح تاريخ، أعطيتكم المعلومات كاملة وأعطيتكم القطعة، فلماذا لا تصحح؟ يعني الواجب عليه الجانب الآخر أن يصحح. الحين في متاحف، عندنا متحف النقول في عمان من يوم تأسس لليوم لم يجدد فيه أي شيء من المعلومات، للأسف أنه في الخارج يصحح تاريخ عمان ونحن في عمان لم نصحح تاريخنا. الواجب على الكل يعني يكون المساعدة أيضا لإخراج الحقائق. ما ممكن جمال أنك تخبي معلومات، هذا ما من حقك، هذا علم ليس من حقك أنك تخبيه. يعني كل واحد عنده شيء قطعة من القطع وحاطنا، ما الفائدة أنك أنت حاطنا في الصندوق وما حد يشوفها فقط. أتمنى من الله ومن الجهات في دعمنا نحن كالهواة، أيضا اللي عندهم مثلا عندي الحين أنا أبحث عن المكان، عندي المقتنيات وجاهز إن أعمل متحف، فقط أريد المكان، ولا إلا المكان أتمنى أن يكون مثل ما وعدني. طبعا هذا بدعم وكل الشكر والاحترام سعادة والي نزوة الشيخ حمد بن سالم الأغبري، وقدم رسالة إلى المنشآت السلطانية وكذلك إلى وزارة السياحة بإعطاء هذه البوابة لتكون متحف لنزوة. ونتمنى من الله، والحين ننتظر الموضوع إلى أن وصل في السياحة، الله أعلم، لحد الحين لم نجد رد من أكثر من أسبوعين، لم نجد أي رد. كل التركيز دائما عنده تركيز في المتاحف أو في السياحة،
في مسقط، في محافظة مسقط. للأسف عندي أحد من الأخوة من خارج السلطنة ذكر لي، قال والله زرت عمان. هو لم يزر عمان كاملة، هو زار مسقط، نزل من المطار إلى سوق مطرح ثم عاد إلى المطار. هذه ليست عمان كاملة، لابد أن نعطي لكل محافظة، لكل ولاية حقها. يعني المفروض في نزوة يكون لها متحفها الخاص، المقتنيات اللي وجدت في نزوة أن تكون في نزوة. أنا ما ممكن أن أعرف على مقتنيات أو آثار موجودة في نزوة وعرضها في مسقط أو عرضها في صلالة. لكل محافظة لابد أن يكون هناك متحف. إلى يومنا هذا نزوة لا يوجد فيها متحف. الحين نحن نريد أن يكون لنا متحف هذا المكان. لا نحتاج إلا الوصول إلى المكان فقط، وهذا دعم يعني للسياحة. نحن نقول نتكلم عن السياحة، أي سياحة نتكلم عنها وما في أي دعم للسياحة، كل حبر على ورق فقط. عندنا الأسواق، الأسواق أضعف مقومات السياحة لا يوجد بها. أبسط حاجة من المقومات السياحة لا يوجد فيها. نهتم في المطاعم الراقية. يا أخي السواح ليسوا فقط من خارج السلطنة، هناك عندنا السواح سياحة مجرد في عمان 3 أشهر فقط فصل الشتاء، والباقي سياحة. لماذا لا نشجع السياحة الداخلية؟ لماذا لا نشجع بعضنا بعض بزيارة المواقع الأثرية، بزيارة القلاع والحصون، بزيارة المتاحف؟ أولادنا الحين بعيدين كل البعد عن تاريخ عمان. والله للأسف واحد يسألنا عن التاريخ، أنا أقول له أنت قالك يوم من الأيام أخذت أولادك إلى قلعة نزوة؟ بينه وبين القلعة 5 كيلو، عمره ما دخل قلعة نزوة. إنزين أولادك؟ قال ولا أولادي. من يتكلم عن التاريخ؟ قالكم زرتوا قلعة نزوة؟ من نزوة نفسهم ما زار قلعة نزوة؟ شل أولادك يوم من الأيام ودخل إلى قلعة نزوة، علمهم كيف هو. هذا تاريخنا، هذا ثقافتنا، عشان ينشئ هذا الجيل حب لبلده وحب لتاريخه وثقافته. للأسف احنا جيلنا الحين بعيد كل البعد عن التاريخ وعن الثقافة. ما أقول شيء، التطور له دور، ولكن ما يكون بعيد كل هذا البعد. يعني لابد أن يكون فيه، وللأسف إنه إحنا كنا يعني ما في أي دعم أو ما في أي إسناد لمثل الأشخاص هذا. عندنا مجموعة كاملة تقدر تشكل عدة متاحف معارض، نحصل معارضة. والله كل ما أنشأنا متحف يقول لك أنشأنا معرض، يقال معرضكم هذا غير قانوني. إنزين أعطوني القانون، أعطوني الصفة القانونية اللي راح أتكلم فيها. نريد صفة قانونية. طبعا هنا في نزوة أنا كل ما أحصل حاجة أو إني أكتشف حاجة فأتصل، جزاه الله خير. يعني دائما أشكره جزيل الشكر، وهنا أخص بالشكر الأستاذ أحمد بن محمد تميمي مدير دائرة التراث بنزوة، في كل شيء، في دعمه الأخير، حتى في معرض اللي قمنا فيه في اللولو معرض الهوايات الثالث كان بدعم منه. وللأسف أن الشخص هذا لا يريد أن يظهر للناس، حتى رفض أن يكون مشاركة أو تكريمه. هنا سألتني عن سؤال عن الدلة اللي عرضت قبل فترة في بعض مواقع التواصل. للأسف الدلة اللي عرضت إنها بتاعت في المملكة العربية السعودية ب20,000 ريال سعودي، للأسف هي الصورة اللي معروضة، هذه الصورة مال الدلة مالي، واخذت من هنا الصورة، ماخوذة من المجلس نفسه. وهذه الدلة النزوانية، اللي ما يعرف الدلة النزوانية، هذه الدوع من الدلة النزوانية من أجود وأرقى الدلال العمانية. طبعا مبلغها أكثر من كذا، إذا كان هو ب20 فنحن نشتري، إذا كان تعرض ب20,000 فأنا أشتري. هذه المبلغها أكبر من كذا، وهي تعتبر من أفضل وأجود وأرقى دلال النزوانية. وفي بعضهم يؤرخ هذه الدلة أنها عمرها أكثر من 250 إلى 300 سنة. طبعا هذه الدلة النزوانية غير صحيحة، عمرها لا يتجاوز من 150 إلى 160 سنة. والأسباب، لأن الدلة النزوانية في فترة يعني نقول قبل ذلك، قام 1263 قبل هذا التاريخ، البن عندنا كان محرم كمعلومة. يعني البن عندنا، القهوة كانت محرمة كتحريم الخمر، زين. واستدل بذلك أن القهوة اسم من أسماء الخمر، واحدة.
ثانيا أن القهوة تذهل العقل وتنشط، وليس أول من أول حرمها هم العمانيين، ولا إنما أول ما حرمها بعض من فقهاء مكة قام عام 917 للهجرة، هم أول من حرمه، ثم تحريمه في فترة، ثم رجعت مرة ثانية. لكن في عمان هنا في 1263 بعد هذا التاريخ بدأ تصنيع المواد. كيف يعقل أننا يعني المادة الأساسية محرمة ويصنع لها مواد؟ هذه ما كانت تستخدم للقهوة، طبعا عمرها لا يتجاوز 150 عام. أما من يكتب أنها 300 سنة هذا غير صحيح بتاتا. القهوة كانت غير مستخدمة في عمان، وكان في عمان وخاصة عمان الداخل كانت محرمة تحريما قطعا كامل. هذه معلومة لمن يدعي أن عمر بعض القطع اللي وجدها قال والله 300 سنة هذا أو 250 سنة، هذا الكلام غير صحيح. هذه هي الدلة النزوانية، وطبعا بدأت تدريجيا بعد هو الشيخ ناصر بن قاعد الخاروسي اللي بدأ كتب فيها وبدأ تحليل القهوة في 1263 هجري. احنا عندنا مخطوطة نادرة جدا إلى الآن لم نجد لها مثيل. هذه المخطوطة وصلت إلي عن طريق أحد الأشخاص في الأصدقاء من المملكة العربية السعودية من المدينة المنورة. كان اتفاقي ما بينه وبين يعني اتفقنا ما بين أن أشتري هذه المخطوطة، ولكن لما وصلت إلى هنا رفض أن يستلم أي شيء من المبالغ، وأعطى أن هذه هدية إلى عمان. طبعا هذه المخطوطة كتبها الشيخ الرضي راشد بن سيف بن سال النمكي، وكتبها من علي بن خميس بن راشد القصابي في سنة 1324 هجري. طبعا هذه الوحيدة، ومخطوطة جميلة جدا، يعني كتبت بخط جميل جدا وكاملة يعني غير ناقصة، وهذه الوحيدة حاليا. طبعا قمنا بإعطائها للدكتور نبهان اللمكي، وأيضا من قبل الشيخ مهنة بن خلفان الخاروسي يتم تنقيحها، وإن شاء الله راح يكون فيها يتم طباعتها. طبعا هي صغيرة ولكن اسمها التاء النورانية في المناهج، مخطوطة جميلة جدا، وهي الحين حاليا وحيدة فقط لم تنشر من قبل ولم يجد لها مثيل في المكاتب.